مرحبا بكم، إليكم في هذا الفيديو أفضل 5 أفلام كوميدية. تدور أحداث الفيلم حول عميلان من مكتب التحقيق الفيدرالي يكلفان بمهمة سرية، وهي حماية الأخوات ويلسون من مؤامرة اختطاف. No gunshots, no dead bodies. Well, you know if I recall correctly, the last couple dead bad guys belong to you. Please, you ain't even trying to compare body counts. تدور قصة هذا الفيلم حول ماركوس ومايك، محققان يعملان سويا في شركة مكافحة المخدرات، يكلف بمهمة شديدة الصعوبة، وهي الوصول لمكان شحنة من المخدرات قبل أن تتوزع، ويكون أمامهما 72 ساعة فقط لتنفيذ هذه المهمة. I'm not telling you a mother. You can electrocute him all day, it'll only make him angrier. I on the other hand will tell you everything. Really? Party guarding. Then he got pulled back in. يحكي الفيلم قصة أفضل حارس، شخصي يكلف بحماية أشهر قاتل، محترف لإيصاله إلى المحكمة. Thank you. تدور أحداث الفيلم عندما يجتمع الأصدقاء الثلاثة لحضور آخر حفل لتوديع العذوبية. يجدون صعوبة في تذكر أي شيء ويعانون من الآثار الجانبية لتلك الليلة الصاخبة، ويدركون أنهم فقدوا العريس بطريقة ما. Let's put another shrimp on the barbie. Uh-oh. What? What's the matter? You spilled the salt. That's what's the matter. تدور أحداث هذا الفيلم حول شخصين هما لويد وهاري، يسافران برا لإرجاع حقيبة لإمرأة تركتها في المطار في نفس الوقت الذي تطاردهما فيه عصابة لاستعادة حقيبة النقود منهما. وهنا ستكون إنتاج هذه الحلقة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.